فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل تعاقد مع شركة ليعمل عندها على ألا يعمل خارج شركته، يقول وهو يعمل ويكتسب مالا من غير الشركة، فهل كسبه حلال؟ هذا إذا كان أجير خاص لا يجوز له أن يعمل عند غير المؤجر، أما إن كان أجير مشترك يشتغل لك ولغيرك، خياط يخيط لك ولغيرك، أو أي من يفتح محل للتعامل مع الناس، هذا مشترك لا بأس، يشتغل عندك وعند غيرك. أما إنسان أنت مأجره يوميا على عمل، ما يجوز له أنه يروح ويشتغل عند غيرك، لأنك أخذ وقته شاريه منه. نعم، هذا يسمونه الأجير الخاص. نعم.